مساء الخير على حضراتكم متابعي تليجراف مصر في كل مكان. احنا موجودين معاكم من داخل محافظة الدقهلية وتحديدا من منزل الشهيد يوسف عماد الدين، الشاب اللي ضحى بحياته علشان ينقذ فتاة ألقت بنفسها وحاولت تنتحر من فوق كوبري طلخة، طبعا بشهامة ولاد البلد وبرجولة وجدعنة ولاد البلد. يوسف رمى نفسه وراها في النيل وهو ما يعرفش مصيره ايه، قدر ان هو ينقذها مع 2 شباب آخرين، لكن يوسف فقد حياته علشان ينقذ فتاة ما يعرفهاش حاولت انها تنتحر. كل اللي كان بيفكر فيه في الوقت ده ان هو سمع صوت صريخ، صوت استغاثات ان في حد نزل المية، حد رمى نفسه في المية، رمى نفسه وراها على طول. فقد يوسف حياته والبنت عاشت. احنا موجودين معاكم من داخل منزل الشهيد، شهيد الشهامة يوسف عماد الدين ابن مدينة المنصورة. هنسمع مع حضراتكم قصة يوسف ونتعرف معاكم من والدة يوسف مين هو شهيد الشهامة يوسف عماد الدين. تعيش الله يخليك. كلمينا بقى يا طنط عن يوسف، يعني يوسف طالب في كلية الزراعة. طبعا هو كان جايب مجموع كبير في الثانوية العامة 92، وكان علمي علوم وما حلفوش الحظ، كان نفسه يبقى الدكتور يوسف، خش طب أسنان طب بشري، كان دي أمنيته يعني عشان يعمل حاجة كبيرة. بس ما جات له كلية زراعة في التنسيق، يعني قال خلاص هخشها وخلاص كل الكليات حلوة وكده. وبابا قال له خلاص يا يوسف انت دخلت الكلية، بس انا عاوزك بقى ايه يعني ما دخلش الكلية اللي في رغبته يعني، بس قال له انا عاوزك بقى انت دخلت الكلية دي تتفوق فيها وتبقى دكتور فيها، مش انت نفسك تبقى دكتور، تتفوق في الكلية وتبقى دكتور. وفعلا هو حفظ وصية أبوه، لأن بعد ما دخل الكلية بكم شهر باباه توفى، فهو حفظ كلمة أبوه وكان بيذاكر بيقطع نفسه عشان فعلا يبقى الأول على طول، وكان فعلا من سنة أولى الأول على القسم بتاعه. وحتى هما كانوا يعني زمايله كانوا يستعينوا بيه لانه اول الدفعه، وكل دكاتره كانوا بيحبوه لانه كان دايما يضحك وشه بشوش يخدم الكل، يعني كان بيحب يقدم خدمات لكل، فكل كان بيحبه يعني. حتى زمايله كلهم لو سالتهم يقول لك يعني مش مصدقين، زمايله المسلمين يعني يوم جنازته كانوا منهارين في قلب الكنيسه اكتر من المسيحيين، اكتر من زمايله المسيحيين اللي عارفينه كلهم وتعاملوا معاه، كانوا يحبوه جدا جدا، ما كانوش مصدقين، مش مصدقين ابدا ان ممكن يحصل كده. طب ايه اللي حصل بقى؟ يعني يوسف كان فين في الوقت ده وقت الواقعة حصلت؟ يوسف كان عشان احنا في الصيام الكبير بتاعنا، طبعا احنا صايمين معاكم من اول رمضان السنه دي، من اول يوم يعني احنا بادئين اول يوم صيام معاكم، فهو كان دايما يحضر صلاة عشية بالليل، فكان في كنيسة طلخة وراجع مع زميله من الكنيسة وخدوها مشي بقى ايه من على الكوبري كده، فشاف المنظر ده مطقش وقعد ينادي وبتاع ورمى نفسه وراح عشان ينقذها. مطقش ان واحدة بترمي نفسها، مطقش المنظر، لرقة قلبه ودايما يحب يقدم الخدمة للناس، ودي حاجة يعني عادية في عنده، دايما يحب يقدم الخدمة للناس. هو شماس أصلا في الكنيسة. هو شماس في الكنيسة وكان عنده خدمة كبيرة في الكنيسة، كان دايما يروح يوصل مرضى، يعني عمل الخير ده عنده أساسي في حياته. فما طقش يشوف المنظر، لأنه هو واخد على إنه يعيش شهم كده ويقدم خدمات للناس، دي حاجة عنده جنب دراسته. ليه؟ لأنه بيروح يلم برضك بالنسبة للأطفال، كان بيروح يلم يعني في خدمته. أبونا قال ده كان بيقدم خدمة حلوة، كان ياخد 10 أطفال مثلا النهاردة في الخدمة، بعد أسبوع خليهم 12، يروح يكلم ناس تانية خليهم 12 ويروح يوعزهم في الكنيسة ساعة وياخدهم بعربيته الخاصة، يلم العيلة يروح لهم لغاية البيوت ويلمهم وياخدهم على الكنيسة، لكن مش يقول لهم معاد وتعالوا، لا كان يلمهم بعربيته ووديهم الكنيسة ويقعد يوعزهم ساعة وكده بأمور الدين وكده،
وده اضافي على مذاكرته يعني كل ده، ويرجع بقى يرجع يوصلهم كمان للبيوت. محدش كان بيعمل كده لاخر امهات العيال اللي كان بيعمل لهم خدمه في الكنيسه دول، مش مصدقين يقولوا امال مين اللي هيجي ياخد ولادنا، مين اللي هيجي ياخد ولادنا من البيت، ده كان بيجي ياخدهم من البيت ويرجعهم لنا تاني. كان بيعمل خدمه للاطفال سنه رابعه وخمسه، كان له فصل رابعه وفصل خمسه. نسب بقى من صغره حد مطيع لحضرتك، حد بار جدا بيكي زي ما كنت بتحكي لي. ايوه طول عمره انسان بار عمره، كلمه حاضر دي على بقه عمري ما قال لي لا يا ماما دي خالص. حتى لو وراه بذكرى ولا وراه حاجة مهمة كان يقول لي بس يا ماما استنيني ما اخلص اللي في ايدي ده وهاجي اعملها. حتى لو غاب نص ساعة ابص الاقيه جاي تاني بيجري نازل، شوف يا ماما بقى اللي انت قلت عليه اعمله لك، يخلص بس المعلومة عشان ما اطرش منه ويجري جري عشان انا طلبته في حاجة ويعملها لي. اضيان طلبات البيت هو اللي ينزل، انزل يا ابني هات لي بتاع عشان اطبخ، هو اللي ينزل. اخواته يقولوا لا مش نازلين ومش عارفه، هو اللي ينزل كل حاجه ما يقولش لا. انسان مطيع يعني مش طبيعي. حتى كنت بفكر فيه اقول ابني ده انسان يعني ملاك. الصغير ده ملاك، ده يعني ايه الملاك اللي معايا ده، كنتش اصدق اللي بيعمله. عمره ما قال كلمه لا دي ابدا، حاضر حتى لو مش فاضي. وللناس برضه كان لما حد يطلب منه حاجه حاضر حتى لو مش فاضي، ويغصب على نفسه ويعملها ويرجع لمذاكرته. كان على طول كده صدقني في كل تصرفاته. اخر مره حضرتك شفت يوسف كان كان هو جاي من الكليه، راح يوم الاربعاء الكليه وحضر زمايلي بيقولوا لي حضر محاضره الفسيولوجي وخلص وجه بسرعه عشان عارف ان وراه صلاه بالليل في الكنيسه. وجه راح الكنيسه بس هو خرج، كان معايا ضيفه في البيت، خرج ما قاليش رايح فين. فبقيت انا فانا ايه يعني بعد ما الضيفه دي مشيت بدور عليه ما لقيتوش، فقلت يعني ايه ما اتصل عليه، اتصل عليه غير متاح غير متاح غير متاح. الكلام ده كان الساعه 10 ونص او حاجه زي كده. فقلقت بقى، ابتديت اقلق، ابتديت اسال اخواته. لا 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 ابدا، ما انا هو ده اللي قلقني، هو يوسف ابني بيتاخر بره، هو راح فين؟ ما لقيتها بقت 11، احنا قربنا على 12، ابني راح فين وما بيردش ليه؟ ايه اكلم اخواته، شوف يا ابني دور لي على اخوك، اخوك ما رجعش البيت. لقيت جدا جدا لان دي مش عادته، مش عادته انه يتاخر بره. حتى يعني كان اقصى حاجه لهم مثلا يخلص العشيه على الساعه 9 ويجي مثلا، وكان يوم الجمعه مثلا كان بيبقى العشيه طويله شويه 10، لكن اكتر من كده ما فيش. الاخر انا لقيت بعد 10 ونص كده ابتديت ادور على ابن يوسف راح فين. ابن يوسف ببص لقيت الجيران جايين يقولوا لي ابنك صورته على الفيسبوك وتعالي الحقي هو في المستشفى، تعالي تعالي الحقي وشوفيه. رحت المستشفى، فضلوا قاعدين بقى طبعا مدارين عليا وبتاع، بس انا كنت في حاله كانت ساعات صعبه جدا، في حاله انهيار، بس ما اكدوليش ان هو يعني ان هو راح خالص، بس كنت في حاله انهيار كامل يعني وكده. بس ما فيش قضاء ربنا نفذ، هعمل ايه؟ انا مؤمنه بالله، هعمل ايه؟ الصغير الصغير الحنين، حنين على الكل حتى على اخواته. قلت لي ان هو كان دايما ما كنتش اديله، كان دايما قبل ما يخرج الكليه ياخد اديله المصروف ياخده من ايدي ويبوس، لازم يبوس ايدي، لازم يخطف ايدي يبوسها، شكرا يا ماما كتر خيرك. اروح انا شده ايده اقول له ليه يا ابني بتعمل كده تبوس ايدي ايه؟ اروح شده ايده بايساها، يروح بايس راسي ونازل. كان دايما على طول كده، كان لازم يسحب ايدي يبوس. يعني كان ولد ملوش زي، بس انا ما كنتش بقول لحد لان انا عارفه ان هو طيب. وقلت يا اولاد لا ياخد العين، ايه ده هروح اقول لاخواته ده بيبوس ايدي؟ مش ممكن. بس كنت افكر في قلبي كده اقول ايه الولد ده اللي الولد الجميل الامور ده اللي بيبوس امه، ده بيبوس ايد امه عشان حته عشان مصروف. كان طيب جدا جدا وكان بيحب ربنا جدا، يحب ينفذ الوصيه جدا. الساعه 12 لو صايم انقطاعي الساعه 12 بالظبط، ما يقعدش ال 12 و5. اقول له يا يوسف مش مهم 5 دقايق، مش انت هتصوم يا ابني بكره؟ مش مهم 5 دقايق، ايه يعني 5 دقايق؟
يقول لي لا خلاص. وساعات يبات من غير اكل ويصوم انقطاع لسه 4 في الصيام، واخد الصيام كله من اول الوقت بقاله 38 يوم صايم انقطاعي، وبعد كده لسه 4 انقطاعي، وبعد او 3 يعني ساعات ما يقدرش يخلص لـ3 او 4. بس طبعا هو بيقفل بيبطل اكل من كام؟ من 12 والله. وساعات ما ياكلش، ملاقيها جت 12 وما لحقش ما ياكلش كذا مره، ونبقى حاطين العشاء ما يرضاش، يقول لي خلاص يا ماما جت 12 خلاص، ويروح داخل نايم. عاوزه ايه اكتر من كده؟ واد يعني كان قلبه مع ربنا بطريقه يعني وكان شاه ما يرفضش طلب لحد لا غريب ولا قريب. ايه اكتر موقف تفتكريه يوسف مش قادره خالص تنساه؟ هو في يعني هو الشهامه عنده دي مبدا، حتى في يوم يعني هو بلغ سن 21 من السنه دي في شهر 9 اللي فات، فانا رفعت عنه الوصايه، كنت عامله وصايه يعني كان له شويه فلوس من بابا مدر موجه زراعه، كان طالع له شويه فلوس من بابا حوالي 15,000 جنيه. راح عامل ايه؟ راح واخد 5 منهم، قال لي بصي يا ماما انا هاخد 5 منهم للمشروع بتاعي، عشان هو كان بيشتغل السنتين الاخر، والعشرة دول خديهم دول لاختي شيري تجيب لها حاجات في شوخ. وده موقف يعني ما كنتش مصدقه ابدا. رحت قلت لاخته ده يوسف اخوك انت عارفه عمل ايه في فلوس باباكي اللي جات له؟ اداني منها ايه؟ رحت وريتها الفلوس، قلت لها اداني دول وقال لي دول في شوار شرق. اخته ما بقتش مصدقه، قالت لي يوسف يعمل كده؟ يوسف اتنازل عن فلوسه ورثه، مع ان شيري واخده زيه، شيري واخواته كلهم واخدين زيه من الفلوس اللي تم والدهم سايبهم. يوسف يعمل كده؟ ما بقتش مصدقه نفسها وتقول لي بجد والله يا ماما بجد اداني 10,000 جنيه اجيب بيهم حاجات في لشواري او لجوازي. اخته دي بينها وبينه سنه، فهو عاتل هم جوازها بعد موت ابوه، يعني عنده رجوله غير طبيعيه، يقول لك تجيب لها حاجات تجوزها. كان شايل المسؤوليه معاكي؟ وكان شايل المسؤوليه معايا، كان بيشتغل السنتين الاخاره، كان عامل مشروع له بسيط كده، وكان بيصرف على نفسه في السنتين الاخاره يعني من نفسه ما قاليش، بس هو كان بيحس ان انا المصاريف عليا كتير، فكان يشتغل ويجيب حاجته. مصاريف الكليه السنه دي ما خدهاش من عملها، كان دفعها من شغله. مصاريف اللبس كان يجيبها من شغله، كان لهم مشروع بسيط كده في الدواجن، كان يجيب كل حاجه من شغله. وفي ناس كانت يعني ما يلاقوه عامل مشروع الدواجن ده كانوا يعني من قرايبنا يتريقوا عليه يعني. بس هو كان عنده طموح اصلا، بس هو كان عنده كان عنده جهاد، كان انسان بيكافح في كل لحظه كل دقيقه، ما كانش بيضيع دقيقه. كان نفسه يطلع دكتور، هي اول امنيه له في الثانويه العامه انه كان يطلع يخش كليه الطب. بس والده قال له بص انت دخلت الكليه اي كليه يا ابني، بس انا عاوزك تبقى دكتور فيها. وفعلا هو حفظ الوصيه دي، خصوصا والده مما تتأثر جدا وعيط عليه كتير، وحفظ الوصية. لما والده توفى كان بيصبر حضرتك ازاي؟ ياما هو واخوه بقوا يجوا يبصوا فيا ويصبروا فيا ويطمنوا عليا، خصوصا انا عيت شويه كده بعد ما مات، عيت اسبوع ما بقوش يسيبوني كده يعني، عيال حنينه يعني وبتاعت ربنا وطيبين قوي زي ولادهم، وباخدين دي الشهامه دي من باباهم. حاله الحب والدعاء لموسى تليق بيه، ده هو كله حب ودعاء وحب للناس وحب لخدمه الناس، ده حياته كانت كده، حياته كلها كده، وخدمه لزمايله ومساعده لزمايله، كان يساعد زمايله، كان لما تحصل مشكله في الكليه العميد بيحبه، كان يقولوا له روح الاول بتاع الدفعه بتاعنا يتوسط لك، يروح ويتوسط لهم، والعميد يوافق يقول لهم طالما الاول جه معاكوا خلاص خد ورقه. كانش بيبخل على زمايله باي حاجه؟ كانش يبخل على اي حاجه، وكل حاجه تتكتب بايده. كان المشروع عاملين جروب كده، كان الجروب زمايله قالوا لي قال لنا على حاجات نجيبها من المكتبات علشان نعمل المشروع، فجابوا له كل يجيبوا له الحاجات وهو اللي يكتب بايده، هو اللي ينظمها بقى ويكتب بايده وتتقدم بخط ايده. كان بيساعد زمايله كلهم. روخر ايه؟ قائد. كان قائد لزمايله.
كان قائد، كان يعني شخصيته وله كاريزما وكل العيال تحبه، لدرجة يعني انت لو شفت التعليقات اللي على النت كانوا يقولوا له انت ما اعرفش، سمعت تعليق كده انت جرجوسي ما فيش منك، فكانوا يحبوه قوي ويهزروا معاه وبتاع. شايفه بقى الدعوات اللي على فيسبوك ليوسف مثلا، هو يستاهلها، هو يعني يستاهل اكتر منها، ده يعني ولد بار بوالديه وباخواته، ساب ميراثه من ابوه لاخته، ما رضيش ياخده يعني ما ادوش طبعا في اي ماده، هو عاوز بس يكبر الاسره كلها، دي كانت امنيته انه يساعدني يساعد امه ويكبر عيلته بس. ايه اقول له؟ مبروك عليك السما، تنورت هناك وبقيت كويس ونلت اعلى المراتب مرتبه الشهاده، وجالنا في الحلم قال لنا، ضحك في الحلم وقال لنا انا حي انا ما متش. جاي اللي مرات عمه في الحلم وحكيت لي، قالت لي جاي يضحك ويقول لي انا حي ما متش ويضحك، يقول له طب ومامتك واختك ومش عارفه ايه، ما فين دور عليهم، يضحك بردك ما يردش، بقى كمل الحلم يضحك وما يردش، بس قال الكلمه انا حي انا ما متش. تقول له مرات عمو انا سمعت انك مت زي يوسف بجد، هي مش مصدقه يعني في الحلم بتقول الكلمه دي، قال لها لا انا حي ما متش. هو كان انسان برضه، والديه وباسرته كلها وباخواته، كان يساعد اخوه في اي حاجه، يصلحوا العربيه مع بعض، يروح معاه لو في مشكله في العربيه يروح يصلحوا مع بعض الميكانيكي، يصلحوا اي كهرباء في البيت هما الاثنين ويساعدوا بعض، لو اخوه مش عارف يعملها يقول له لا اعملها كذا، ياخدوا اراء بعض. وهو الباش مهندس اخوه يعني ما كانوش بيجيبوا عامل للبيت، هما الاثنين يعني كان اي حاجه تبص البيت هما اللي يعملوها، وفكر كان ما بيدخلش عامل البيت، غساله تبوظ يصلحوها، هما الاثنين ياخدوا اراء بعض ويصلحوها ويجيبوا لها قطع. صحيح غرموني حق القطع، اقول لهم انتوا بتغرموني اكتر، بيجيبوا قطع كتير وادوات كتير وبتاع لما تصلحوا وكده، وبس كنت اسكت هم بيعملوا الحاجه في النهايه، اسكت هم بيعملوا الحاجه. يوسف شهيد وانت لما جه في الحلم طمنك عليه؟ جه طمني عليه، قال لهم انا ما متش انا حي، قال لمرات عمونا بيضحك، جالها بيضحك ويقول لها انا ما متش انا حي. ومعروف ان الشهداء احياء عند ربهم. الله يخليك. يعني زي ما تابعنا معاكم مشاهدينا، كنا مع حضراتكم في لقاء مع أسرة أو والدة يوسف عماد الدين شهيد الشهامة، اللي أنقذ حياة فتاة حاولت الانتحار من أعلى كوبري طلخة وألقت نفسها في مياه النيل ولفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى غريب. يعني زي ما سمعنا من والدة يوسف تفاصيل كتيرة عن يوسف، قد ايه هو كان شهم وكان راجل طول حياته، شاب لسه ما كملش 22 سنة، كان دايما المساعدة وحب الخير ده بيجري في دمه، واللي عمله حاجة مش غريبة عليه، ده طبعه وده تربيته اللي والدته ووالده ربوه عليه. ده كان لقاء لينا في اول ظهور لأسرة يوسف عماد الدين، كنت معاكم مي الكناني، بشكر حضراتكم جدا على المتابعة.